هاي السكت هاي كاسري كاسري هاي القرايه هنا مخربطين بيها. بس ايضا التريث يقود الى انحراف، يعني احنا ما نريد، احنا نريد الشعب هو يساهم باختيار الناس اللي يمثلوه. هذا اصبح موضوع مهم وعيب علينا احنا. العراق كان اول بلد بالمنطقه به مطارات وبه تلفزيونات وبه ثقافه وبه جامعات وبه كليات وبه معاهد. ما معقوله يا اخي هسه العراق يرجع وهاي المنطقه كلها تقدم واحنا رجعنا لي ورا، يعني شلون يصير يعني هالحكي هذا؟ الآن جزء من أمن العراق وجزء مهم من حماية العراق من الأخطار الخارجية هي وجود القوات المتعددة الجنسية. هذا لازم نعرفه بشكل واضح. نفوت السيارة في تكريت ولا أصابات إن شاء الله والحمد لله. جوي سيارتي وضربوا ثلاث رمات، رمات انفجرت وما لها انفجرت وثلاثه جرحى. نعم.